مع باقي إلا هذا، مع باقي إلا هذا يبي عرضه. يا غارة الله، يا غارة الله، يعني إيش بيقول لأهله؟ إيش بيقول لجهله لما يكبروا؟ جوعتوا وبعتوا أرضي. يا غارة الله، يا غارة الله. مالك؟ مالك يا عبد الرحمن؟ سبت المجلس وعدنا ما كملنا كلامنا، وبعدين افتزيت فوق الرجال وفقعته حتى مدي نخص. تشتينا جلس والرجال الشي بيعرضه؟ انت داري ايش معنى جلوسي معه؟ معناته موافقة للبيع، وانا ما مش موافق. لا جريمة ولا حرام مالك، والله سبحانه وتعالى من يوم ما خلق البشر وهم في بيع وشراء. الا ابناء العالية، ابناء العالية ما يبيعوش ارضهم. ابناء العالية أرضهم عرضهم حتى ولو السيوف في رقابهم. أبناء العالية ورثوا هذا العهد كابراً عن كابر من أيام أجدادهم. يبيعوا أرضهم؟ يا غارة الله، يا غارة الله. هي عهدكم هذا مخالف لشرع الله. تذكر أول يوم لما جيت إيش قلت لك؟ أحكم بما أمر الله ورسوله وبالأعراف والعادات والتقاليد السائدة في البلاد، بشرط إنها ما تخالف شرع الله. اتفاقكم هذا مخالف لشرع الله، شوف انك فشلت في اول امتحان. هذا فوق طاقتي، انا ما اقدرش يا امير، ما اقدرش. فوق طاقتك، تمام. وخطبتك من بنت القاضي منصور ليش وافقوا؟ مش لان طرحت وجيلهم وافقوا علشان خاطري؟ مش هذا مخالف للعادات والتقاليد زي ما تقول؟ ليش وافقت هنا؟ لانها اجت على هواك، يعني حقكم حق وحق الناس مرق. يعني وافقوا؟ أيوة وافقوا، لكن عادي بنلغي الاتفاق، ما فيش خطوبة، عاد نحن على البر لما نشوف قصة الأعراف والتقاليد حقك. شوف بنتفاهم وأكيد أكيد بنخرج الحل. هذه بهذه يا ابن العالية.